طيب ماذا عن دير البلح أسامة الكحلوت مراسلنا هناك يعطينا تفاصيل أكثر ليك أسامة عما يحدث في دير البلح. نعم يعني تركيز العمليات الإسرائيلية صباح هذا اليوم ومنذ يومين تقريبا أيضا كان في المنطقة الشمالية لمخيم النصرات في منطقة المخيم الجديد منطقة بلوكسي. هذه المناطق والأحياء الغربية من مخيم النصرات تتعرض لضربة إسرائيلية كبيرة خاصة خلال الثلاث أيام الماضية. في ساعات الليل بالعادة تشتد هذه الضربات والقصف المدفعي لسكان هذا المخيم، وبالتالي باتت هذه العمليات مستمرة منذ ثلاثة أيام. صباح هذا اليوم الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت ثلاثة أبراج داخل المخيم الجديد في المنطقة الشمالية لمخيم النصرات. نتحدث هنا على منطقة مقام فيها عدد كبير من أبراج تسمى أبراج الصالحي، أكثر من 15 برج سكني هناك بداخله عدد كبير من الشقق السكنية. نزح سكان هذه المنطقة بالكامل باتجاه منطقة دير البلح والمناطق الجنوبية من مخيم النصرات بحثا عن الأمان بعد تقدم الدبابات في المحور القريب من هذا المخيم على مقربة من منطقة مدينة الزهراء. هذه المنطقة التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالكامل ودمر عدد كبير من هذه الأبراج منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. نتحدث عن منطقة ملاصقة ومحاذية لنقطة أمنية إسرائيلية أقامها الجيش الإسرائيلي على شارع هارون الرشيد في المنطقة الغربية الجنوبية لمدينة غزة، وبالتالي يسهل حركة الدبابات. حتى هذه اللحظة الدبابات انطلقت من محور منطقة نتسريم، حاجز نتسريم باتجاه مدينة الزهراء، استقرت في هذه المنطقة، قصفت عدد كبير من الأبراج السكنية في هذا المكان، نقل إلى مستشفى العودة في مخيم النصرات ثلاث ضحايا، بالإضافة لعدد كبير ينقل لهذه الأماكن المستهدفة في منطقة المخيم الجديد، نقل كل الإصابات إلى مستشفى العودة. نتحدث هنا على أن نداءات كثيرة يعني ناشد فيها العائلات من سكان المخيم الجديد، ناشد الدفاع المدني لإنقاذ حياتهم، خاصة هناك منازل دمرت بالكامل ولم يتمكن لا رجال الإسعاف أو الدفاع المدني من الوصول لهذه المنطقة، خاصة أن الدبابات تقترب بالتدريج من هذا المخيم من هذه المنطقة. مع العلم أن سكان مخيم نصرت حتى هذه اللحظة ما زالوا داخل منازلهم، لم يغادروا المخيم، فقط من نزح وغادر هم من سكان المنطقة الشمالية من سكان منطقة المخيم الجديد وغادروا، خاصة أن هناك عدد كبير من مدارس اللواء التي تتبع للنوروا ووصلت شظايا هذه الصواريخ إلى هذه المدارس، وبالتالي غادروا هذه المدارس ونزحوا باتجاه قلب مخيم النصرات. التركيز اليوم كان في منطقة فقط مخيم النصرات بالإضافة للمنطقة الشرقية لمنطقة دير البلح، هناك ضربات متفرقة بالمدفعية الإسرائيلية بالإضافة لأكبر مجزرة يعني ارتكبتها إسرائيل في خلال هذا اليوم بعملية توغل وتفريغ للمنطقة الشمالية لمدينة لقطاع غزة في خاصة في منطقة مدينة بيت حنون بعد إخلاء كل السكان وتجريد الرجال من الملابس واعتقال الشباب وإجبار النساء والأطفال على النزوح باتجاه منطقة جباليا وباقي مناطق بعدما عاد كل سكان المنطقة الشمالية إلى منازلهم خلال المرحلة الماضية، لكن الآن باغتهم الجيش وأجبرهم على النزوح من جديد بالإضافة لسكان المنطقة الشرقية لمخيم جبالي أيضا نزحوا باتجاه قلب المخيم. مات الآن عدد كبير منهم من الجرحى يوم أمس الجيش الإسرائيلي، واليوم أفرج عن عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم على مدار الأشهر الماضية. يعني بحسب ما وفدنا من شهادات العيان أن هناك حالات تعذيب كثيرة لأسرى تم اعتقالهم، من ضمنهم كان أطفال دون سن 12 كان من ضمن المعتقلين، أفرج عنهم عن طريق معبر كرم أبو سالم، تعرضوا لتحقيق يعني قاسي جدا، وكان هناك تنكيل في الرجال والكبار والمسنين خلال عملية التحقيق. جزء منهم كان أحد المصابين منهم الذين تم الإفراج عنهم من سجون الإسرائيلية، بترت رجله خلال عملية التحقيق القاسي الذي تعرض له وغادر المستشفى باتجاه قطاع غزة. شكرك أسامة الكحلوت من دير البلح، عبد القادر صباح من شمال القطاع، شكرا جزيلا لكم.